مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. مادة العلوم للصف الثالث، أثر الكائنات الحية في تشكيل سطح الأرض. كما تعلمنا سابقا أن هناك عدة عوامل تؤثر في تشكيل سطح الأرض، منها الزلازل حيث تعمل على تكون بحيرات وحدوث تشققات وحدوث حفر وتكون ينابيع حارة. أما بالنسبة للبراكين فتعمل على تكون أثر الكائنات الحية. وكما تعلمون أن الكائنات الحية هم الإنسان والحيوان والنبات، ويجب أن نسأل أنفسنا سؤال مهم، وهو هل تؤثر هذه الكائنات الحية في سطح الأرض كما يؤثر الماء؟ نشاهد في هذه الصورة الكائن الحي الحيوان، حيث يقوم بعمل جحر في التربة يستخدمه لعدة أمور، إما يستخدمه كمسكن له، ويستخدمه أيضا للاختباء في الحفرة من أعدائه. أما في هذه الصورة نشاهد نبات ينمو بشكل كبير، عندما ينمو النبات بشكل كبير جذوره تمتد إلى باطن الأرض، فيزيد ضغط الجذور داخل الأرض مما يؤدي إلى تفتيت الصخور التي ينمو. أما في هذه الصورة نشاهد آلية يستخدمها الإنسان بعدة أمور، منها عمليات البناء وأيضا عمليات الحفر. ممتازين يا ثالث. نستنتج مما سبق أن الكائنات الحية تؤثر في سطح الأرض بعدة أمور، حيث يقوم الإنسان بأعمال الحفر والنحت والبناء. ثانيا، تقوم بعض الحيوانات بحفر جحور لها في التربة. وثالثا، تعمل جذور النبات. بعدما تم شرح الدرس دعونا ننطلق لحل السؤال الموجود في الكتاب، وهو أذكر أمثلة من بيئتي توضح كيف أسهمت الكائنات الحية في تغيير سطح الأرض. دعونا نذكر على كل كائن حي مثال يا ثالث. أحسنتم، أولاً الإنسان حيث قام بعملية نحت للآثار مثل آثار البتراء. أحسنتم. أيضاً الحيوان، يقوم الحيوان بحفر جحور في التربة مثل ماذا؟ مثل جحر الفأر. ممتازين. ثالثاً النبات. ننطلق لسؤال لنفكر معاً. تساعد بعض الحيوانات التي شاهدناها حيث تقوم بعمل حفر وبيوت لها في التربة على جعل التربة مناسبة للزراعة. يرجع هذا لعدة أسباب، فسر ذلك يا ثالث. هيا فكروا. أحسنتم، تعمل الحفر التي تقوم بها الحيوانات على تهوية التربة حيث يكون الهواء مناسب بشكل جيد للزراعة. ممتازين. ثانيا، أحسنتم. وهكذا يا أحبتي نكون قد أنهينا الوحدة، وتتلخص في أن العمليات المؤثرة على سطح الأرض تنقسم إلى جزئين، إما عمليات داخلية تحدث داخل الأرض وهي الزلازل والبراكين، وإما العمليات الخارجية وهي